السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مارك من كندا، وأنت؟ أنا أحمد من إندونيسيا. أنا طالب جديد هنا، وأنت؟ أنا طالب جديد أيضا. أهلا بك. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا لمياء من فرنسا، وأنت؟ أنا باولا من إيطاليا. أنا طالبة جديدة هنا، وأنت؟ أنا طالبة جديدة أيضا. أهلا بك. أهلا بك. هذا صديقي إبراهيم، هو مدرس من تركيا. وهذا زميلي أحمدوف، هو مهندس في الشركة، هو من تركمانستان. وهذا ميخائيل، هو طبيب من إسبانيا. هذه صديقتي سعاد، هي مدرسة من مصر. وهذه زميلتي سارة، هي طبيبة من السعودية. وهذه ليلى، هي مهندسة من روسيا. أنا، أنت، أنت، هو، هي، هذا، هذه، طالب، طالبة، مدرس، مدرسة، طبيب، طبيبة، مهندس، مهندسة، صديقي، زميلي، الشركة، جديد، فرنسا، إسبانيا، السعودية، مصر، تركيا، إندونيسيا، تركمانستان، روسيا، كندا، إيطاليا،